بعد ظروف انتخابية فريدة من نوعها من صراع على أصوات الناخبين وتهديدات بدعاوى قضائية غير محسومة، أصبح على الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أن يكرس كل جهده في عدد من الملفات المهمة قبيل دخوله إلى البيت الأبيض يوم حفل تنصيبه في 20 يناير المقبل، ليكون الرئيس 46 للولايات المتحدة. وضمن أجندته الداخلية والخارجية تقع على رأس أولويات سياسات إدارة بايدن الداخلية توحيد الأمريكيين بعدما شهدت الولايات المتحدة ما وصف بحالة من الانقسام والاستقطاب أصابت المجتمع الأمريكي بصورة تجاوزت كونها تجسيد لتعددية الرأي وحرية التعبير، لكنها أضرت بمكان أكبر ديمقراطية في العالم. كما بات على الرئيس المنتخب الجديد أن يعيد النظر في كون الولايات المتحدة دولة بنيت على أكتاف المهاجرين، ورغم أن الفكر الديمقراطي كان ينظر إلى هؤلاء المهاجرين بنوع من التقدير لهذا الدور، ولكن سياسة الإدارة الأمريكية السابقة تحولت إلى النظر إلى المهاجرين باعتبارهم عبئا على المجتمع الأمريكي وضغطا على قدراته الاقتصادية ونظام رعايته الصحية والتعليمية والمعيشية. ومن خلال قراءة برنامجه الانتخابي خلال الأيام السابقة تتبين رؤية بايدن والديمقراطيين للفترة المقبلة، وضمن ذلك مواجهة جائحة كورونا بعد أن سجلت مؤخرا أرقاما قياسية من خلال نشر اختبارات الإصابة ومضاعفة المساعي للتوصل للقاحات وعلاجات للمرض. كما أعلن بايدن تعهده بأن يكون رئيسا لكل الأمريكيين من صوت له ومن لم يصوت له. وعلى الصعيد العالمي ربما ينظر العالم اليوم إلى بايدن نظرة مختلفة كقيادة جديدة لأكبر دولة في العالم اقتصاديا وعسكريا، حاملا معه بعض التحولات المتوقعة في التعامل مع القضايا العالمية وإعادة بلاده إلى مسارها الطبيعي في علاقاتها الخارجية. مرحب حضراتكم مشاهدينا مرة ثانية. الحقيقة تابعنا أول أمس الإعلام الأمريكي وسائل الإعلام العالمية خرجت علينا بنبأ فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن ليكون رئيس 46 للولايات المتحدة الأمريكية، وتضاربت الحقيقة الردود الأفعال ما بين ناس فرحانة جدا وناس مش فرحانة جدا. لكن الغريبة في اللقطة دي انه الرئيس ترامب ذهب ليلعب الجولف في نفس هذا التوقيت، والحقيقة يعني حملته رفضت الاعتراف بجو بايدن كمكتسح او رابح في هذه المنافسة الانتخابية. شفنا مشاهد عبثية يمكن لم نكن نتخيلها في شوارع الولايات المتحدة، شفنا خروج السلاح، بعض الشغب والمظاهرات أيضا. في الجانب الآخر شفنا احتفالات. الحديث في هذا الأمر بأكثر استفاضة وفهم المشهد أكثر، وكمان الملفات وكيف سيتم إدارة الملفات في الوقت القادم. أتشرف جدا يكون معايا دكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير أستاذ سارة، أهلا وسهلا. سعيدة بوجودك معايا. مشهد عبثي، مشهد لم نكن نتوقعه أو نعتاده في شوارع الولايات المتحدة الأمريكية. كيف رأيت هذه اللقطة، هذا المشهد، إعلان فوز بايدن وما حدث في الشوارع وقت ذهاب ترامب ليلعب الجولف؟ يعني طبعا شكرا جزيلا على الاستضافة. يعني إنما عايزين نبدأ الحقيقة من البداية كإطار عام كده، إنه يعني الانتخابات الأمريكية السنة دي مختلفة عن سوابقها، لانه زي ما حضرتك قلتي كده فيها مشاهد جديده تماما وفيها احداث ومستجدات مختلفه تماما. يمكن بدات من الحمله الانتخابيه وخيمت طبعا ازمه فيروس كورونا بظلالها على المساله كلها، واستخدمها حتى جو بايدن لمهاجمه اداره ترامب بانه كان رئيسا فاشلا وعاجزا وانه يعني لم ينجح في اداره هذه الازمه، وبالتالي كانت يمكن سبب من الاسباب التي ادت الى انتصار بايدن او اعلان فوزه. السمه الثانيه اللي هي بتؤدي بقى اللي حضرتك بتتكلمي عنه، انه ترامب منذ اللحظه الاولى اعلن انه لن يعترف بأي
أي نتائج في حالة فوز منافسه. ده في حد ذاته كان مؤشر يعني خطير للغاية على أنه بيدمر فكرة المؤسسية اللي موجودة. ده موقف فيه استباقي كمان بالزبط. يعني بالزبط فكرة الولايات المتحدة الأمريكية أنها كنا دايما بنشوف المشهد التقليدي بأنه يعني مرشح يفوز تسليم وتسلم بالزبط يهنئه والمسألة فيه يعني بتصدر للعالم كمان صورة الديمقراطية. لا ده كان بيدمر الحقيقة أسس العملية الانتخابية، بيدمر أسس الديمقراطية، بيدمر أسس المؤسسية اللي يعني قامت عليها الولايات المتحدة لسنوات وصدرت هذه الصورة التقليدية بالنسبة للعالم حتى أنها أصبحت قدوة. يعني أنت بص الانتخابات الأمريكية شكلها إيه، إحنا عايزين نبقى زيها. لا النهاردة المسألة بقت مختلفة تماما، بقى عندنا لازم نحتاج إلى أدوات تحليل جديدة عايزة تفسر لنا هذه المشاهد. المسألة تجاوزت كمان إلى أمرين أساسيين، فكرة المسجلات القضائية إن حضرتك عارفة طبعا إنه يعني ترامب بصدد إن هو يرفع دعاوى أمام المحكمة العليا تمام، وفي تخوفات طبعا من إنه المحكمة العليا التسعة الأعضاء منهم ستة يعني محسوبين على الحزب الجمهوري محسوبين يعني محافظين بالإضافة إلى رئيس المحكمة اللي معينها لسه ترامب، وبالتالي المحاذير من تسييس الأحكام في لحظة ما. بالإضافة لأمر آخر بقى حالة العنف اللي حضرتك بتتكلمي عنها، وده مشهد غير مسبوق بالنسبة للانتخابات الأمريكية إن أنت تلاقي أنصار ترامب مسلحين وموجودين في الشوارع وفي مظاهرات مؤيدة ومظاهرات معارضة. يعني في الحالتين بتجدي حالة من حالات الفوضى في الشارع الأمريكي كله تمام، مختلفة تماما عن السوابق. فعلشان كده حقيقة احنا محتاجين ننظر المسألة بعمق وبتحليل أكتر. حتى هذه اللحظة أعلنت وسائل الإعلام فوز بايدن، لكن هل من حق وسائل الإعلام أن تعلن هذا الفوز ولا لا؟ دي مسألة اللي بيشكك فيها حتى ترامب نفسه، بيقول إن وسائل الإعلام لعبت دور كبير ومش من حقها أنها تعلن هذا الكلام لأنه الفرز ما زال جاريا. اسمح لي حضرتك أثرت عدد من النقاط مش قادرة أفوتها قوي. هل من المتوقع أو من الممكن أن يتغير فعلا المشهد لصالح ترامب ولا ده أمر يعني في الخيال كما حدث ما بين ألغور وجورج بوش الابن سنة 2000 بعد 37 يوم؟ صحيح. تغير المشهد. صحيح. هل ممكن يحصل ده فعلا؟ يعني في اعتقادي ان المساله هتبقى صعبه شويه لانه الفوارق كبيره جدا زي ما حضرتك شفتي كده في المجمع الانتخابي. يعني بايدن جايب 290 وترامب جايب 214 تمام، يعني الفارق كبير جدا. ويعني ويمكن ده يخلينا نوضح نقطه مهمه انه انتخاب الرئيس الامريكي ما بيتمش انتخاب مباشر من المواطن الامريكي ولكن من خلال المجمع الانتخابي اللي هي فكره الاصوات اللي هو 538 عضو. فكونه يحصل على 290 صعب قوي ان النتيجه تتغير حتى مع دخول المحكمة العليا على الخط. لكن المسألة هنا أقرب إلى استهلاك الوقت، أقرب إلى حفظ ماء الوجه، محاولة لإثارة اضطراب معين في النظام الأمريكي. ده راجع الحقيقة يا أستاذة سارة إلى طبيعة شخصية ترامب نفسه أنه لا يعترف بالهزيمة، وكان في نفس اللحظة هو يتعامل مع المسألة على أنها صفقة وهو لا يريد أن يخسر هذه الصفقة. بالضبط، ولا يريد أن يخسر هذه الصفقة. فالمنطق التجاري يعني حاكم جدا في تصرفاته وفي كل الإجراءات اللي هو بياخدها حرصا على أنه يتولى ولاية جديدة. لكن هذا الكلام بعيد تماما عن التحقيق. يعني أظن أنه بعد الفرز أظن أنه حتى في ديسمبر وحتى في يناير حنجد رئيس آخر غير ترامب هو بايدن اللي بيتولى السلطة لمدة 4 سنوات قادم. بالحديث عن شخصية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هذه الشخصية وسمات الشخصية وفكرة رفضه الاعتراف بالهزيمة وأنه يمكن منذ 30 عاما ما حصلش أنه رئيس أمريكي ما كملش الفترة الرئاسية الثانية، هل شايف أنه هيكون في تسليم وتسلم؟ هل هيكون في بعد هذه الصراعات تسليم سلمي للسلطة وكما اعتاد العرف الأمريكي والبروتوكول الأمريكي أنه بيهاتفوا بعض وبيهنئوا بالفوز، الخاسر بيهنئ الفائز وكمان بيروح معاه حفلة التنصيب طبعاً التنصيب الرئاسي بالضبط، وبيكون في فترة انتقالية لنقل الملفات. صحيح. هل ده ممكن يحصل مع ترامب ولا شايف انه ده صعب؟ طيب انا هاخد نقطتين من اللي حضرتك قلتيهم. النقطة الأولانية اللي هي طبيعة الشخصية، السمات الشخصية. السمات الشخصية دي هي اللي خلت ترامب يصل إلى السلطة في 2016. الناخبين الأمريكيين شافوا إن هو شخصية مختلفة، إن هو شخصية بتفرض سطوتها، وبالتالي كان محتاج المزاج العام الأمريكي في هذا التوقيت هذه الشخصية. نفس هذه السمات يا أستاذة سارة هي اللي خلته يخسر في 2020، لأنه أحدث حالة من الاستقطاب الشديد جدا، أحدث حالة من الانقسام الشديد جدا، العنصرية الشديدة جدا، حتى وضع الولايات المتحدة في الخارج بقى في حالة من حالات الفجوة بينه وبين الحلفاء والشركاء الأجانب تمام. كل ده الحقيقة أسهم في أنه يخسر، بالإضافة طبعا لإدارة أزمة فيروس كورونا وخسارة الناس لوظائفها وتردي الأوضاع الاقتصادية رغم النجاحات اللي هو حققها. لكن كل هذه السمات الشخصية المتفردة أنه هو دايما يتصرف بمفرده تمام دون حتى استشارة
الإشارة تمام، وإنه شايف نفسه هو الذي يعني يفهم في كل الأمور ويتخذ الأمور بعنترية شديدة جدا، هي اللي خلاه الحقيقة يخسر في 2020. أعتقد إن دي يعني من السمات المهمة اللي خلت الناخب الأمريكي يقول والله إحنا محتاجين قدر من الهدوء، محتاجين قدر من الاستقرار، محتاجين قدر من لم الشم. دي وجهة النظر الأخرى اللي قدمها جو بايدن، ويمكن أظهر هذا الكلام في خطابه زي ما حضرتك شفت إنه هيكون رئيس لكل الأمريكيين، محاولة تطمين، رسالة تطمين بإنه المرحلة اللي جاية هي مرحلة هدوء، مرحلة لم شم، مرحلة يعني معالجة الانقسامات والعنصرية الشديدة اللي موجودة تمام، بصرف النظر عن الملفات اللي هو هيتعامل معاها، لكن ده كان رسالة تطمين أساسية. أعتقد إن الناخب الأمريكي يعني حس إن هو نجح في اختيار جديد تمام. الحاجة الثانية بقى، هل السمات الشخصية دي تتفق مع التقاليد والأعراف؟ تعود ترامب أن يكسر الأعراف، وبالتالي غير متوقع على الإطلاق أنك تشوف هذه الصورة التقليدية، بدليل أنه لا يعترف حتى الآن بأن هناك هزيمة مني بها، ولا حتى أنه في فائز تمام، ولا حتى بادر بتهنئته رغم أن دول العالم هنأت بايدن، لأن المسألة أصبحت شبه محسومة. يعني المسألة ما هيش إحنا بنتكلم في إعلان رسمي فقط، لكن الأمور كلها واضحة والأمور كلها يعني في طريقها إلى الاستقرار. وبالتالي أنا لا أتصور أبدا أن الصورة التقليدية اللي إحنا متعودينها، فكرة المحادثات الهاتفية، فكرة الترحيب بالرئيس الجديد، فكرة تسليم الملفات، أعتقد أن هذا الكلام لن يحدث. عشان كده إحنا هنتجه منحى آخر في السياسة الأمريكية تمام، مختلف تماما عما كنا قد تعودناه في ساعات سابقة. حضرتك ذكرت أنه جو بايدن في أول كلماته في خطاب النصر قال انه not red or blue states, I'll be the president of the United States. صحيح. انه انا جاي اجمع وليس افرق. واحنا بنتكلم على ترامب رغم انه تحقق نجاحات زي ما حضرتك ذكرت في مجالات عديده، يعني في الاقتصاد انعش الاقتصاد الامريكي طبعا. في نسبه البطاله قلت بنسب كبيره، ورغم ذلك هزيمه في هذه المعركة الانتخابية. في رأيك كانت إيه سبب هزيمة ترامب؟ ده سؤال مهم، بعيداً عن السمات الشخصية طبعاً. لا أنا يعني بشكرك طبعاً على هذا السؤال، لأن هو ده سؤال حقيقة تمام مهم. الناس بتسأل طب ترامب رغم النجاحات دي كان إيه سبب؟ الحقيقة السبب الأساسي هو انقسام الجمهوريين أنفسهم. يعني في انقسام داخل الحزب الجمهوري إزاء سياسات ترامب رغم النجاحات الأولية اللي حققها اقتصادياً، ووفر وظائف لأنه كان شعاره طبعاً أمريكا أولاً زي ما حضرتك عارفة تمام. لكن جت أزمة فيروس كورونا، وبين قوسين كده كتير من الأزمات يخرج منها الرؤساء أبطال، ولكن سوء الإدارة والقرارات المنفردة هو اللي خلى الحقيقة المسألة تبقى بالعكس، إنه هذه الأزمة تلقي بظلالها مش بس صحيا، فكرة الأمن الصحي وفكرة الوفيات وفكرة المصابين الكبيرة، حتى إن الولايات المتحدة من أكبر الدول إصابة بفيروس كورونا تمام. لا كمان الناحية الاقتصادية اللي هي بتهم الناخب الأمريكي. يعني إذا كان في نجاحات تحققت، لكن هذه النجاحات تحطمت على صخرة فيروس كورونا في صورة فقدان يعني آلاف لوظائفهم، مصادر دخولهم، وده اللي يهم الناخب، هو يهم السياسة الداخلية بامتياز، فكرة الرعاية الصحية وغيرها، كل ده الحقيقة تداعى وأدى إلى هزيمة ترامب بالصورة اللي احنا شفناها. دونالد ترامب الحقيقة يعني البعض قال أنه كورونا كانت سبب رئيسي كمان في هزيمته وإدارته لأزمة كورونا، والبعض الآخر قال الإعلام والعداء المستحكم بينه وبين وسائل الإعلام، حتى أنه شفنا أنه بعض مواقع التواصل الاجتماعي الكبيرة زي تويتر مثلا قالت أنه إحنا يعني هنشيل منه كل الصلاحيات اللي بتمنح لرئيس الجمهورية بمجرد أنه تنتهي فترة رئاسته. وفي نفس الوقت شفنا أن جو بايدن غير مسمى على تويتر وسمى نفسه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح، مش الإعلام بس الحقيقة أستاذة سارة، ويمكن برضو يعني أنا سبت القصة بتاعت الإعلام للآخر ليه، لأنه ترامب عاد كل المؤسسات الأمريكية يعني أحدث انقساما مع كل المؤسسات الأمريكية، وكان أبرزها وأشهرها الإعلام، لدرجة أنه حتى فوكس نيوز اللي هي المحسوبة حتى على الجمهوريين هي بادرت بإعلان النتيجة، وده يظهر لحضرتك حجم الانقسام اللي أحدثه، اللي أنا بعتبره نجاح من وجهة نظر ترامب، أنه أحدث انقساما كان سببا في فشله فالإعلام لعب دور كبير جدا. ويمكن حضرتك بتلاحظي حتى يعني الفرحة الغامرة بفوز بايدن، لأنه المرحلة الجديدة هي مرحلة هدوء، هي مرحلة أكثر استقرارا كما شرح بايدن في خطابه تمام بعد إعلان النتيجة. فالفترة دي مطلوب للإعلام أنه يكون أكثر هدوءا، مطلوب للمجتمع الأمريكي أنه يكون أكثر هدوءا، مطلوب لم شمل أكثر، وبالتالي كان مؤثر بدرجة كبيرة في هزيمة ترامب. لو انتقلنا في الحديث إلى جو بايدن شوية واتكلمنا عن هذا الرجل، رجل مخضرم سياسيا يعني بقاله سنين كتيرة جدا بيسعى إلى هذا المكان، إلى هذا الكرسي، حتى أن وصل لي وهو في سن 78، وتكلمنا عن يعني بعض المخاوف من بعض الناس بتولي هذا الرجل كرسي الرئاسة،
لأنه شايفين أنه هيكون وجه آخر لسياسة باراك أوباما وهيلاري كلينتون إن كمان كانت بتسعى للوصول لهذا الكرسي فيما سبق. قلنا هل هذه المخاوف مشروعة؟ شوفي المخاوف دايما تكون مشروعة، تمام؟ لا تفاؤل مفرط ولا مخاوف مفرطة، المسألة لازم تكون يعني منضبطة. إن إحنا بننظر إلى الولايات المتحدة أو الإدارة الأمريكية على أنها دولة لديها مؤسسات ولديها رؤية ووجهات نظر ينفذها الرئيس الأمريكي بصرف النظر عن الإدارة. صحيح حدة التنفيذ تختلف من الجمهوريين إلى الديمقراطيين، دول عندهم يعني وجهات نظر ودول عندهم وجهات نظر في بعض القضايا الداخلية، لكن في النهاية المصلحة الأمريكية تحكم كل هذه السياسات. في النهاية تحكم كل هذه السياسات فكرة المصلحة الأمريكية. فكرة إن جون بايدن وصل إلى السلطة في سن متأخر، هو رجل يعني مارس السياسة منذ سنوات، تمام، ووصل وحقق هدفه. الحقيقة يمكن يكون المسألة دي زي ما قال بايدن، هو فكرة رئيس انتقالي في لحظة ما يأتي ليطفئ الحرائق، تمام. ويمكن كمان تمام نشهد اختلاف في منتصف الفترة بتاعت جو بايدن. يعني ما احناش عارفين الحزب الديمقراطي محدد شكل الولاية الجديدة هيبقى ايه، تمام، لكن بالتأكيد هناك ملفات يعني سوف يسعى جو بايدن الى اثارتها على خلاف الطريقة اللي مارس بيها ترامب. التحدي الاكبر بقى يا استاذة سارة انه يواجه ما نسميه بالترامبية، يعني قد يختفي شخص ترامب بالضبط، قد يختفي ترامب كشخص، لكن الترامبس موجودين بالضبط، السياسات والمؤيدين له موجودين، وبالتالي ده تحدي حقيقي امام جو بايدن وادارته كلها، ان هو يتعامل مع هذه العناصر ويستطيع ان ينجح في تنفيذ ملفاته بطريقته التي شرحها، تمام، في النهايه تحقق المصلحه الامريكيه. لو تكلمنا عن اهم الملفات اللي هيكون يعني بيتناولها الرئيس الامريكي الجديد جو بايدن بمجرد توليه السلطه، وهو يمكن ذكر في خطابه الاول واعلانه للنصر، قال ان هو يهتم بملف كورونا، يهتم بالملف الاقتصادي، بالمناخ كمان، ويعني ارتفاع درجات الحراره وهذا الامر. تكلمنا عن أهمية هذه الملفات وترتيبها كمان، إيه الأولويات هتأتي وكمان الملفات الخارجية. برضو بشكرك على السؤال ده، ليه؟ لأنه ناس كتير قوي لما بتيجي تتكلم عن يعني الإدارة الجديدة والملفات بتاعتها بتفصل ما بين السياسة الخارجية والسياسة الداخلية. الحقيقة إنه الاثنين متصلين ببعض ويتفاعلان مع بعضهم البعض، وكلاهما يؤثر في الآخر ويتأثر به. إذا اتكلمنا عن أزمة فيروس كورونا، هي طبعا يعني بيعتبروها أزمة داخلية في الولايات المتحدة، لكن هي أزمة عالمية الحقيقة، وتحتاج إلى مزيد من التضافر والتعاون، تمام، الأمريكي مع دول أخرى. صحيح هناك تنافس على المصل، لأنه اللي هيعمل المصل ده هيسود العالم وهيقدم خدمة للبشرية ما بعدها خدمة، لكن في نفس الوقت هي أزمة تركت آثارها على العالم كله، وقد تستدعي درجة ما من درجات المرونة والتعاون مع الدول الأخرى للعلاج حتى الداخلي، تمام. فكرة الاقتصاد طبعا يعني بايدن أعتقد إنه هيبقى بالنسبة له الأولوية هنا فكرة إنعاش الاقتصاد مرة تانية من خلال تصنيع، من خلال استثمار، من خلال فرص عمل. يعني كل ده أعتقد أنه هيبقى له أولوية كبيرة جنبا إلى جنب مع أزمة فيروس كورونا. ما تنسيش حضرتك أنه النواحي الاقتصادية مرتبطة أيضا بالتعاملات مع دول أخرى زي الصين. يعني ترامب مثلا، تمام، كان عامل حرب تجارية مع الصين، ويمكن من النوادر أن يتفق الحزبان الديمقراطي والجمهوري على معاقبة الصين بصورة معينة، لكن بايدن صورة يعني معاقبته للصين او صوره تعامله مع الصين هتختلف بالظبط، هتختلف في الحده اللي هيتعامل بيها مع الصين. اذا كان يعني ترامب اتهم الصين بتخليق فيروس كورونا وشن عليها حرب تجاريه وغيرها، لكن اعتقد ان بايدن هيكون مختلف بعض الشيء، يستفيد من بعض المزايا، خصوصا ان الصين زي ما حضرتك عارفه بتتمتع بمبدا الدوله الاولى بالرعايه في الاقتصاد الامريكي. يعني كل ما يدور ده من يعني انقسامات وخلافات ممكن يحصل عكسه تماما لصالح الاقتصاد الامريكي. الحاجه الثانيه فكره الرعايه الصحيه مرتبطه بفيروس كورونا، ويمكن تعهد يعيد أمريكا لمنظمة الصحة العالمية بالضبط كده. ده بقى بالنسبة لبعض الملفات الخارجية، يعني فكرة الاتفاقيات اللي خرج منها ترامب، تمام، يعني اتفاق المناخ، اتفاق عضوية منظمة الصحة العالمية. أعتقد أنه بايدن هيبقى حريص على عودة الولايات المتحدة إلى الاشتباك مع هذه المنظمات والاتفاقيات بصورة أكثر فعالية، تمام. ولو حتى بصينا لبعض الاتفاقيات زي الاتفاق النووي الإيراني اللي انسحب منه ترامب مثلا، يعني وده يمكن ناس كتيرة منشغلة بهذا الأمر بالضبط. منشغلة بيه ليه بقى يا أستاذ سارة؟ لأنه الناس معتقدة أنه بايدن هيكون أكثر تساهلا مع إيران. لا، الحقيقة ليه وجهة نظر مختلفة تماما، أنه قد يكون أكثر
شدة مع إيران إذا استمرت في سلوكها العدواني والاستفزازي للمنطقة. يعني استمرار العقوبات، ومن يقرأ ثنايا السطور اللي بيقولها بايدن يكشف أنه استمرار العقوبات مع استمرار السلوك العدواني الإيراني غير متصور على الإطلاق أن يكون هناك تساهلا مع إيران تمام مع استمرار سلوكها المستفز للمنطقة. بالإضافة لقضية مثلا القضية الفلسطينية، منطقة الشرق الأوسط، تمام، التعاملات مع مصر، كل دي قضايا الحقيقة أساسية في إدارة بايدن الجديدة. يعني القضية الفلسطينية أنا برضو بتعجب أنه الناس بتتساءل ماذا سيفعل بايدن بالنسبة للقضية الفلسطينية. احنا منتظرين أنه هو يفعل حق الدولتين، أنه هو يضغط على إسرائيل لوقف قدم الأراضي الفلسطينية، أنه هو يعود إلى مائدة المفاوضات، أنه يفتح القنصلية، نعم، أنه يعيد فتح مكتب الديمقراطيين، كل دي إجراءات كويسة. لكن أمن إسرائيل ده ثابت من ثوابت السياسة الخارجية الأمريكية، يعني لن يكون على حساب إسرائيل أبدا. اسمح لي وقبل ما ننهي كلامنا كمان عايزة أتكلم قوي على قضية من ضمن القضايا اللي أثرها في خطاب النصر، وهي قضية العنصرية. وتعهد أنه يقضي على العنصرية ويقر قانون بالمساواة، وشفنا ده يمكن في اختياره للنائبة كاميلا هاريس اللي هي من أصول مهاجرة، نصف هندية نصف من الكاريبي أو من جامايكا، ودي أول حادثة في تاريخ أمريكا أن تكون نائبة سيدة. صحيح. وكمان من أصول مهاجرة. فقولي عن هذا الملف أكثر، وكيف ترى اختياره لنائبته؟ الحقيقة اختياره حتى للملف واختياره للنائبة هو دراسة واضحة جدا لنقاط الضعف الموجودة لدى خصمه. وفكرة الحديث حول المهاجرين هو ينسى أن الولايات المتحدة نفسها هي دولة مهاجرين، وبالتالي التعامل معها لابد أن يكون تعاملا مختلفا، ليس تعاملا فظا بالصورة اللي قدمها ترامب، وإنما يحتاج إلى احتواء هؤلاء المهاجرين للاستفادة منهم. ويمكن كان اختيار كاميلا هاريس على وجه التحديد كان مؤشر على أنه سوف يتجه اتجاها مختلفا عن ترامب، هيعمل قانون يحقق المساواة، ينهي حالة الاستقطاب، ينهي حالة العنصرية، يمنح المهاجرين يعني حق الإقامة. كل ده الحقيقة أعتقد أنه أيضا رسالة تطمين لهؤلاء المهاجرين اللي شايفين أن إدارة بايدن هتكون مختلفة تماما لمدة 4 سنوات يعني جديدة، غير الفترة اللي كان بيمارس فيها هذا العنف الشديد ضدهم من جانب ترامب. الحقيقة كلام في غاية الأهمية. بشكر حقيقة جدا دكتور حسن سلامة، نورتني جدا، أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة.